بدي حفيدي. لما اتمشى انا وياه يقول، او اذا كان حفيد عم يمشي بالشارع يقول، جدي ساهم بإعادة اعمار هذه المدينة. Monsieur Chirac, il est parmi nous, il est accueilli par le Premier ministre, Monsieur Rafiq Hariri. Une réception officielle est organisée à cette occasion pour montrer la sympathie que lui réserve le peuple libanais. Je suis confident que President Clinton will help Lebanon in the next future to and assist him to regain its independence and also will help him in the reconstruction effort. If really Israel wants security and wants peace, and we want that, we want it deeply. And I ask again the Prime Minister to reconsider and to consider that the security and the peace are together. They cannot be separated. All right, Rafiq Hariri, Prime Minister of Lebanon, thank you very much indeed for your perspective into the latest developments that have come out with regard to UN Resolution 425. Back now to the studio. هلا هاي كل قائمات اللي عن الرئيس الحالي يعني كل شيء صور من أي سنة 91 تقريبا يعني طيب كم صفحة هذول تقريبا؟ أي شيء بدي أقول 500 في شيء 500 صفحة وبيتضمنوا كم خبر؟ كثير يعني رأيك شيء هيك رقم؟ آلاف مو معروف آلاف يعني هو الجمال فيها انك تقدر تشوف البحر والجبال والفيو بنفس الوقت والناس ما بتشوفهم والناس ما بتشوفهم هذه الشغله المؤسفه يعني ما فيك تشوف الناس هو هذا خطأ اللي بيطلع من فوق دائما للامور بطل اللي يحس بالناس مشان هيك بسموه قاعد برج عاجي مشان هيك ليه بقولوا له عاجي مش عالي؟ بده يكون حدا بالزمان برجه لا ما بتشوف الناس طيب دولة رئيس بيروت راح تكفيك؟ بيروت راح تكفيك؟ هذا سؤال ملغوم يعني بيروت أنا بشوفها مدينة كبيرة وعظيمة وفعلا بشعر بالاعتزاز اللي بمثلها نعل حذاء الحريري الجديد دوما حيرني والسبب هو أن هذا التفصيل على سخافته ينطوي على مفارقة جديرة بأن تذكر مفارقة بين ما يعلنه الحريري عن رغبته في التقرب إلى الناس ونعاله التي ترفض أن تعرف غبار الشارع سيما وأنه كان على أبواب حملته للانتخابات النيابية المقبلة التي يشاع هنا أنها ستكون فرصة بالنسبة له كي يصفي حساباته مع من كانوا وراء أبعاده عن الحكم قبل عامين أو أكثر. أخيراً
وجد الحريري الحل الأمثل ليكون على علاقة مع الناس. لماذا الذهاب إليهم ما دام بوسعه إحضارهم لعنده؟ نحن هذه الاجتماعات يجب أن تتكرر، من جهتنا نحن رح نكررها. اللي حصل في الماضي مش بناء لتقصير أو عدم رغبة، بقدر عدم قدرة على عقد هذه الاجتماعات وعلى التواصل مع الناس. ونحن بعتقد أفضل تنظيم هو تنظيم العائلات، وتصير العائلات هي تأخذ مسؤولية أفرادها، ومش بس أفرادها. يعني أنتوا يعني عمر كنت عم بحكي أنا وياه، هذا واجب. بيقول لي أنا سألت طيب العائلة قديش فيها مدري شو، سأل حدا قالوا له هالقد، قلت له مش هذا المهم، عدد مهم، ولكن اللي أهم عدد الناس المرتبطين فيه. كل واحد من العائلات مرتبط فيه 3 و4 على الأقل. فإذا عائلة فيها 500 صوت، بالحقيقة هي 2000-2500 لنفرض مثلا. أنت ما صوتت، في عندك حزب الله موجود هينزل يصوت، الأرمني موجود هينزل يصوت، الدرزي موجود هينزل يصوت، تماما بينزلوا بصوته. إذا أنت ما صوتت صار صوته هو اللي بيطلع الناس، مش هيك؟ فصار هو بيروت. دولة الرئيس أنا كبير بدي بوصل. هذا شرف لإلي. حبيبي خيي. قاعد بدي اشتغل فيه، قلت له بقول لأمك أنا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يخلي لك. وبيننا اليوم مع إطلالة هذا الشهر الكريم، إطلالة مباركة، بيننا اليوم أيها السادة، أيها الناس، أيها الإخوة، بيننا اليوم القائد رغم الحاقد ورغم أنف الحاسد. فإذا أحب الله عبداً حبب به عباده. الله أكبر. 1500 وجبة في اليوم طيلة شهر رمضان، هذه الموائد العامرة كل عام هي مصدر اعتزاز عند الحريري. فبالنسبة لرجل مؤمن مثله الأمر لا يعدو كونه فريضة دين. أما بالنسبة للمفترين من ذوي النوايا السيئة طبعاً، الأمر لا يعد كونه استجلاب للناس ودعاية. مش صحيح الحكي لما عم تقول انه رفيق الحريري فات على السياسي من باب المال العريض، لانه اذا كان من يعني رفيق الحريري بده يستعمل المال للوصول للسياسي ما مضطر يصرف كل المبالغ الكبيره على التعليم وعلى المستشفيات وعلى الجامعه وعلى المدارس وعلى المساعدات الاجتماعيه وعلى مؤسسه الحريري، ما انا مضطر. يعني عيب احكي عن حالي، بس انا من الثمانينات، من 78 وانا بساعد. طب جيت على الحكومه 92، اصبح تاريخي عبء علي، كيف الحكي؟ صفى تهمي. المجلس القادم هو الذي سينتخب رئيس الجمهوريه القادم، فهذا امر مهم جدا، وهذا أمر أساسي وسيحدد مستقبلنا ومستقبل البلد لسنوات عديدة جدا.
مساهمتكم في الاستقرار امر جوهري. سواء كنا في المعارضة أو في أي موقع آخر، فنحن نؤيد ما تقوم به الحكومة اللبنانية في موضوع العملية السلمية بدون فرق. طبعا ما بنأيدها بكثير اشياء داخليه، هذا موضوع أنا محلك ببحث عن الحقيقة. الموضوع له معي ولو ضدي، وما لازم تاخذ موقف، لا موقف مع بالمطلق ولا موقف ضد بالمطلق. أنا بعتقد وبكل ثقة إنه أي باحث عن الحقيقة فيما يتعلق برفيق الحريري حتكون النتيجة لمصلحته. وأنا أطلب أكثر من هيك. برلسكوني رجل أعمال أصبح رئيس وزراء لإيطاليا، شو وجه الشبه بينك وبينه؟ ما في أي قواسم مشتركة بيني وبينه. أولا إيطاليا غير لبنان، لبنان غير إيطاليا، تمام. بس سري، لا معلش يعني، وهذا شيء نادر يعني. الأمر الثاني، برلسكوني عمل ثروته في إيطاليا وعمله في إيطاليا، شغله في إيطاليا، طبيعة عمله، طبيعة المؤسسات اللي بديرها إلها علاقة بكل أعمال الدولة، كل شغله إله علاقة بالدولة. فهذا وضع محرج لرئيس وزارة ورجل أعمال يمارس عمله في الدولة. بالنسبة لي أنا الوضع مختلف تماما، أنا شغلي مش بلبنان، عندي بعض الأشغال في لبنان يعني لا قيمتها وحجمها ووضعيتها لا تقاس بما لدي في الخارج. المشروع الوحيد اللي صار فيه لغط عليه واللي هو مشروع بناء وسط المديني سوليدير، اللي هو طبعا بظروف طبيعية عادية أنا يمكن ما كنت دخلت فيه، بس أنا دخلت فيه لأنه هذا المشروع عدم دخولي فيه ما كان حيمشي، وأعلنت وقتها عدة مرات أنه أنا أي أرباح أو إيرادات تجي ستوزع المؤسسات الاجتماعية، وهذا اللي عم نعمله.